اللي هي كان في رخصة هربوا. ودرنا واحد فاش فكرنا بهروب جبنا واحد قلنا له انت غتمشي تقرب للموظفين باش يبقاو يطلعوك للسطح ديال الحبس. ومن بعد انا باش يطلعوك للسطح ديال الحبس تحاول تبقى يعني تعطينا ديما الجديد على تماك. لكن لمدة تقريبا شي شهر وحنا تنخطو تا بغينا نصوبو الكليمونجين داخل السجن قراعي الريحه. ومشينا للفرماسيون المصحه ديال السجن خدينا لانكول سرقنا لهم لانكول من المصحه خلطناها مع حاشاكم البول السودانيه كدا وخلص وما نعرف داكشي واش كان غيضرب بالصحراء بقاو نضربو بالغرب. تحاموا فيا كاملين داو الحي النساء ديال المعتقلات عين قادوس دخلوني لتما داروني في واحد البيت تما كاينه سدوا عليا وانا ربي لي عالم بيا بالحبس وحي النساء بلان تيكسروا عليا البنات دولا ولا تيكسروا عليا البنات تما. شوف لقيت شي صحاب الكلاشنيكوف جالسين كلشي بالكلاشنيكوف هكا هاي تقريبا 7 ولا 8 اللي فوت الصطافيط وانا بوحديتي والغوات القدام والغوات اللور الفضيحه. المهم بقيت تنشوف قلت هذه الطريق ديال الرباط يا ربي ما يدوزونيش لتمارا كان داك الساعة تمارا بصح ما ندوزش لتمارا ما عرفتش تبيني. يعني من بعد اننا ولينا كنفكروا في الهروب داخل سجن عين قادوس تقريبا ولينا واحد 8 بين ديال من حق عام من سلفيين ولينا كنفكروا خصنا نهربوا. ودرنا واحد فاش فكرنا في الهروب جبنا واحد قلنا له انت غتمشي تقرب للموظفين باش يبقاو يطلعوك للسطح ديال الحبس. ومن بعد انك مشيت يطلعوك للسطح ديال الحبس تحاول تبقى يعني تعطينا ديما الجديد على تما وحنا غنسقوا مع شي اخوه من برا خارج اسوار ديال السجن وغايجيو غيلوحوا لنا الطوالات باش حنا غادي نهربوا يعني السلبات نهربوا. بقات الامور هكاك لكن لمده تقريبا شي شهر وحنا تنخطوا تا بغينا نصوبوا الكليمونجين داخل السجن قراعي الريحه. ومشينا للفرماسيون المصحه ديال السجن خدينا لانكول سرقنا لهم لانكول من المصحه خلطناها مع حاشاكم البول السودانيه كدا مخلصه وما نعرف داكشي واش كان غيضرب بالصح راه بقاو نضربو في الاخرين. المهم ديما زايدين لقدام وما عارفينها فين خارجه هذا صافي. درت مورا شي ايام تتفاجئ الاخوه اللي تما بغاو يديرو وقفه قالك نديرو وقفه داخل السجن. شنو السجن؟ هو ديال تما ديال عين قادوس على حسب ديروا معنا حل يعني في الزياره في هذه صافي. درنا وقفه الاخوان كاين اللي دخل اللي كانوا معايا كاين في الاخر ما قدروش مور لابيل موست العشيه ما قدروش. كان داك الساعات واحد رئيس المعقل سميتو سعيد انوار. هاد سعيد انوار كان طاغي في وسط الحبس كان سب والشتم سب الرب سب الدين. وكان واحد تيقول لي راه مات بوش الحداد حتى هو كان تيسب في الله ويسب في الدين وهذا. فانا منين بقيت واقف جا قال لي دخل قلت له ما ندخلش لان كانوا مخليين داك الاباطير هاد المخدرات برا وحنا تيدخلونا وهذوك تيبقاو حتى على 7 وناس 8 تيعطيو فلوس يعطيو هادي وحنايا خصك تدخل. الاخرين اللي معايا دخلوا بقيت بوحديتي ما بغيتش ندخل. قال لي مال امك انت بقيتي تما سير دخل. قلت له ومال امك انت اللي كتهضر معايا وما تهضرش معايا هادي جا شنق عليا شنق عليا شنقت عليه هذا رئيس المعقل. قلت له لا شنقتي انت قلت له سبيتي لي امي سبيت لك امك شنقتي عليا شنقت عليه. قلت له غنضرب غنضرب هو يجرني عاوتاني وانا نجرهم للكسوه. هو تي هما داروا بيا الموظفين كاملين داروا بغاو يمنطوني ما بغيتش نتمنط ما بغيتش نتمنط. دخلوا واحد جوج الاخوه معايا ديك الساعات نادس كروشيات تما ضربوا واحد الاخ طاح كوما ضاخ طاح. انا بقيت معاهم في الاخر تحاموا فيا كاملين داو لي الحي النساء ديال المعتقلات عين قادوس دخلوني لتما داروني في واحد البيت تما كاينه سدوا عليا وانا ربي لي عالم بيا بالحبس وحي النساء بلان بقاو تيكسروا عليا البنات دولا ولا تيكسروا عليا البنات تما لا حول ولا قوه. علاش داو الحي النساء ومن غير يديوني ما عرفت شنو قالوا تما داوني تما وصافي ما عرفتش انا براسي ما عرفتش.
فهمتي خلاوني المهم هي اللي خلاني واحد المده وحسيت هذوك اللي داك الموظفين جاوا عندي تيبردوا قالوا لي دابا جا هادي ما خصك ديرنا هكا وهادي وهادي وهادي. هما ديك الساعه هز التليفون لاخر مدير وعيط لوكيل العام قال له بان عبد المجيد هادي والعصابه ديالو يعني الارهابيين راهم دايرين لنا روينه في الحبس. جا قال لهم عندكم تقيسوا شي واحد الوكيل عندكم تضربوا شي واحد ولا هذا. هي هذيك فاش جاوا عندي هضروا معايا بهذيك الطريقه مزيانه ولاو ردوني لبيتي عادي. بقينا واحد المده تما صافي كيفاش وانا ترونسفير انتقال للسجن ديال قنيطره. ما كملتيش الهروب المساله ديال الهروب؟ الهروب صافي ما كملناش فشل الهروب ما صافي يعني وقعت المشاكل وقعت هذا صافي طاروا بينا. من بعد انا تا مشيت للقنيطره جات ما بغاو يهربوا شدوهم اعتقلوهم اللي كانوا معايا اللي كانوا بغينا يهربوا اعتقلوهم تما يعني واصلوا العمليه زادوهم عامين شي 3 سنين شي هذا فهمتي واصلوا هما صافي. انا كنت زوني للحبس اخر صافي فاش مشيت لذاك السجن هذا كندخلونا للحبس تما فينات بواحد المعامله قاسيه شي معامله ديال اداره السجون بالباندات بزيد لامك زيد كحب سب حي حوايجك المهم جميع اشكال انواع ديال المعامله القبيحه. من بعد ان في الانتقال ديالي من السجن كما قلنا عين قادوس انا كنت كنسمي هذاك كما تنقولوا اختطاف اختطفت من داخل السجن ديال عين قادوس هزوني السجن ديال الزاكي سجن سالا. فاش داوني اصلا من الباندا مباندي مقيد اليدين اللور مباندي في العينين ديالي الطريق كلها. انا في الحقيقه وكانوا هادو ديال الطريق كنت تنفكر الباندا كتبين عندي من التحت ندير ديك العباد ها كنشوف لقيت شي صحاب الكلاشنيكوف جالسين كلشي بالكلاشنيكوف هكا معايا تقريبا 7 ولا 8 اللي فوت الصطافيط وانا بوحديتي والغوات القدام والغوات اللور الفضيحه. المهم بقيت تنشوف قلت هادي الطريق ديال الرباط يا ربي ما يدوزونيش لتمارا كان داك الساعه تمارا صافي ما عندوش ثلاث مرات ما عرفتش تبيني المعتقل السري من بعد ان تتلقى راسي في السجن ولكن ما عرفتش انا هذاك هو السجن. انا فاش دخلوني حسبني مدخليني لتمارا ما عرفتش لان بالباندا وهادي وتصور ان في الدخله تيقول لك حني راسكم ما كاين حتى شي صور تيشد لك راسك وهز لك يديك حنا عندك الصور كتحني عندك الدرجه كتبغي ديرها برجليك وانت ما تشوف والو عندك يعني هذاك تعذيب نفسي كانوا كيديروا ليا. من بعد ان دخلوني للسجن دخلت للزنزانه عاد حيدوا لي الباندا حتى داخل الزنزانه. فاش بقيت في الزنزانه بوحديتي في الزنزانه تسمع السكات ما كاينش شي واحد تيهضر يعني ماشي بحال السجن الاخر الصداع والمساجن والهراج والروينه تما السكات راه كيحسبني غير بوحديتي قلت راه واقيلا انا جايبين هذا الحبس بوحديتي فيه. بقيت تنطل من ديك الكريه من هذاك تنطل تمشي للمنطقه بقيت تنطل في ديك الكريه ومن بعد لبسوني اللباس الحمار الوحشي يعني حنا كنسميوه داخل السجون الحمار الوحشي يعني الكونتاري اللبسه ديال السجن فيها البيض وكحل وصغيره عليا اصلا غير بس هذيك الطرطقات اللي على هنايا ومخاد خلاوني هكاك وعطاوني طبسيل ديال الميكا وصابونه وقالوا لي ملي تبغي تدخل للتواليت المرحاض غادي ما غاديش تدق وما تعيطش غتخرج غير يديك على الكريه هكا حنا راه غنشوفك في الكاميرات غنجيو شنو بغيتي عاد تقول لي ندخل للطواليت وكنجي وكيحرسوك فرصة الطواليت تدخل الطواليت خصهم يحرسوك. والصوب اللي تيفرقوا ديال السجن يفرقوا عسكر جايبين عسكر هما اللي كيطيبوا هما اللي تيفرقوا. الزيارة ممنوعة من عن كل يوم يشوفك شي واحد فسحة ما كايناش اللي تما يبقى هي داخل الزنزانة. حتى بعض الموظفين هما كانوا ماشي موظفين كانت هذيك ضابطه قضائيه ولابسين اللباس ديال الموظفين ديال اداره السجون باش كنعرفوهم ما عندهمش هنا وزاره العدل كانت ديك الساعات وزاره العدل اللي شاده السجون ميزان ما عندهمش. فاحنا بعدا انا كنت كنعرفهم بان هادو ماشي موظفين ديال السجن هادو يعني معامله قاسيه. بقينا تما كانوا معروفين بان موظفين ماشي موظفين السجن ما تعرفوش يشدوا حتى السوارت من طبيعة الحال السالوس ما تيعرفش يشدو ما يحلش هو الباب حتى تيجي الموظف الاصلي هو اللي يقدر يحل الباب هو يقدر مثلا لو كان الطبيب تمشي للمصحه يقدر بزاف ديال المسائل ولو ان الطبيب هو
ملي كطلب الطبيب يجي عندك لتما، اصلا الطبيب ما يداوكش لعندو، ما تخرجش من تما، تتخرج من تما الا بالباندا من ديك الزنزانه، الا بالباندا فهمتي. والحمام كتمشي له حتى هو بالباندا، ولا كاش كيضربوا عليك على راسك. وكاين في الحمام ملي كتدخل عاد تتلاقى السلفيه ديال الارهاب كاملين تما، فملي كتلاقاهم كاينه فوطه وحده كتدخلوا لها 10 ب 20 عمو مثلا، داك الدوشات باردين ومقليل، ما كملش جوج ديال الدقائق ديال العمان وكاينه فوطه غير صغيره مربعه فهمتي، مباشره تيعطيوك انت تمسح غير هكا هكا راسك راسك طا 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 هكا، ومباشره عشان كيعطيو الاخر. السي عبد العالي قلتي كيدوكم الحمام وانتم كتقولوا ما عندكمش الزياره، ما عندكم حتى شي حاجه الادوات الحمام هذاك حلاقه او ما كاين؟ لا 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 واضحه الامور، ما عندكش، عندك صابون هذا الحبس اللي عطيك تغسل بها راسك تشلل بها، وزائد ما فين عندك الوقت اصلا باش تحسن زوج دقائق قلت لك غير تتخوى عليك الماء، ومن بعد انا باش يتخوى عليك الماء فوطه فاسقه اصلا تتعصرها وتمسح بها، وكتلبس حوايجك قميص ولا ديك الساعات ولا اصلا ما كاينش القميص كاين الكوندالي، كتلبس داك الكوندالي فهمتي، وتيردوك الزنزانه عاوتاني ساين يجيبوك ديك الوجبه ديال الماكله، والوجبه ديال الماكله ملي يجيو يفرقوا لها يدور هذاك اللي كيدير الروند على الزلازل ما خصوش يلقاك واقف، الا لقاك واقف عقوبه عندك يخرجوك ويتكفصوا عليك ويداوك كاشو ويتكفصوا عليك، خص تيقول لك ما تنوضش من بلاصتك، داك حتى داك البلايص خص تمشي فيها وتجي تلاقى رجليك شي شويه ممنوع من الان كليا. ففي الحقيقه تما النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث تقول انا شنو هاد الشيء هذا، فين رحنا، علاش انا جايبيني لهنا، علاش هاد الشيء كله، حتى حق ديالي ما عنديش، هادي ما كايناش. تنسمع واحد الشاب تما تعتقل عالي العلام، تنشوفو داير معاه فضيحه لداخل، وكيهوت وكيقول عاش الملك، تيقول عاش الملك وكيتكلم برجوله انا ما داير والو وانا هادي وانا هادي، ودار يضرب عليه وداير يضرب على الطعام، بغاو يديو الكاشو ما بغاش، لان اول واحد تيبدا في النضالات هو هذا الرجل، هذا الرجل من هنا تنقول له تبارك الله عليك. انا علاش نقول تبارك الله عليك؟ ماشي على الفكر، لان انا اصلا فاش عرفتو من بعد ما لقيتش عنده الفكر، ما لقيتش عنده الفكر ديال التطرف، او لا الاعمال اللي كنا كنديرو حنا في مدينه فاس ديال المعروف عن المنكر، يعني خرجت التعزيريه يعني بالعكس هو كان ضد داكشي، لكن المواقف ديالو اللي خلاتني نعرف انا القانون ديال السجن كيفاش خصني نتصرف باش نجيب حقي. درت بحالو شتو داير اضربت، انا درت الاضراب. زاد واحد اخر تيقول لي زكريا مغرارة، يعني هادو هما ثلاثه الاشخاص اللي كانوا رجال داخل السجن اللي كانوا سبب لهاد المعتقلين باش تعطى لهم الحقوق داخل السجون المغربيه. بدينا تما يعني بالنضالات، انا درت انا الكاشو الدولي، درت الاضراب الدولي الكاشو، جاو دوني الكاشو، من بعد عاوتاني ما قدرتش نكمل الاضراب، كان اول اضراب عندي في حياتي، وداكشي درت داك الاضراب الاول فيه يلاه 3 ايام تزيرت كليت، وحررت الدراري اللي معايا اللي معايا الوقت، وليت كنشوف الدراري في الكريات اللي كنبقاو نديرو لهم الباسات، قلت لهم غدا كلشي صبح لايح الخبزه صافي، قالوا لك صافي لوحوا الخبزه حتى حنايا غدا صبحوا دير الاضراب، كنا لا غدا كنصبح غير انا اللي لايح الخبزه، غير دخلوا عليهم قالوا لا حنا ما دايرينش الاضراب، نجي هذيك وحده هذاك اللي داير الاضراب، داوني انا الكاشو، بقيت في الكاشو، وداك عبد العالي العلام حتى هو داو حتى هو ديما هذاك معاهم بعدا في الكاشو، بوغرارة حتى هو ديما في الكاشو، هادو هما جوج الاشخاص وانا كنت معاهم هو الثالث. من بعد بقينا تقريبا شهر وخمس ايام انا اللي بقيت تما سلا، وواحد النهار انا في وسط سلا تسمع واحد من الموظفين، هو ماشي الموظفين هذوك يعني اللي غير مزورين كون مزورين راسكم وحسبوها كيما عجبكم المزورين، جا جالس في البيرو من لهيه تسمعو تيقول له هادو غير ولاد الفاعلات راه غير دايرين، والله اللي حنا كنا موادنا فاعلات تاكات وما شاش، ما هذيك المرة ما خرجش يدي، عيط قال الشاف، الشاف قعد لك يهضر شكون هذا، بقاو تيغوتو جاو كيتبقو، جاو عندي للكرية كانوا دايرني في البيك الأول قدامي، قال لي ماكش بغيتي، قلت له اجي نسولك واحد السؤال، امك عندك عزيزة دار فيها، قلت له دابا انت ملي كتجي من داركم للخدمة هنا يعني السيرفيس ديالك شنو كتبقى تقول لامك، يا ربي دوز السيرفيس دول ديالها خير، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، قال لي
علاش سولت هذا السؤال؟ قلت له حيت مامي شريفه على امك، هذا الشيء اللي سولتك هذا السؤال هذا. قلت له حيت مامي شريفه على امك، حيت انا سولتك هذا السؤال، حيت انت سبيتيني مامي بالعاهره، ولا حنا ولا بالعاهره، هما ولادنا ماشي عاهرات. الا حنا كنا دايرين اخطاء ولا ما دايرينش، ما عندكش حق انت تسبقنا، وما عندكش حق دير هكا. هو يهز الراديو عيط له الالتحاق، التحاق واحد العنصر هنايا داير فعال. قلت له عيط له الالتحاقات، وما جيتش كنسبك كندخل بالكريه براسي، تنهبط للارض. دخلت بالكريه طحت، بقيت صافي كنتقدر في الكريه، الكريه تما. فمن بعد ان فاش بقيت هذاك، جاو المسؤولين، جاو الدراري ديال تاع المخابرات كانوا تما وكل شيء. ما هك هذه شنو، خرجوني من تما، داوني لعطيني الكاشو. شنو قلت له؟ قالوا بالعاهره. شنو جراو على هذا في الحقيقه؟ ما اداونيش، جراو على هذاك، حيدوه من تما، يعني ماشي جراو عليه، يعني بدلوه من داك الحي لحي اخر. المهم انا بقيت تما كيناك صافي. يعني كما تنقولوا بداو الشباب كيتشجعوا، شافوا داك المنظر درتو، جيت واحد شويه ديال الحق ما اداونيش هذاك، حيدوه من تما. تما بانت لهم واحد الفرقه ديال ان يعني راه خصنا المغرب يتحرك. من بعد ان كانوا الشيخ ابو حفص كان تما، وكان الحدوشي حدايا، فكنسمعهم، كنسمع الحدوشي كيقرا، فهمتيني؟ الحدوشي تيقرا القران، وكيكون نقاشات هو ابو حفص، وكيوصلوا رسائل مشفره. مثلا الحدوشي كيسالت مثلا اباش، شو سبحان الله، حتى القران كانوا كيلعبوا به، والله شاهد عليا. وتصور ابو حدوشي تيقرا القران، تيفوز الزنزانه ديالو، واحد الساعه تيقول له يا ابو حفص قراءه القران بالتجويد القران، فهناك كذا وكذا وكذا وكذا، او لا هادي راح تقول له وما صبرك الا بالله. قال له هكا، انا كنقول ويلي علاش كيفاش واش القران داخل فيه هاد الهضره الجامات وهاد الشيء؟ يلاه هاد الساعات يلاه، يعني شو سبحان الله العظيم. كان داك الشيء من نبل الاولى كان مصطنع، كان حتى الشيوخ مصطنعين، حتى الشيوخ. الضحك الله يرحم.